انت يمكن اتكلمت في جزئيه مهمه واحصائيه، يعني احنا مش بنتكلم في وجهه نظر. انت المنتخب ده مهدفش فيك لمباراتين متتاليتين. طبعا هنا ممكن نتكلم على حراسه المرمى، نتكلم على خط الدفاع. دلوقتي عندي محمد عبد المنعم بقى ربنا يشفيه امبارح كسر في الانف، كمان عندنا الونش مش هيشارك. خط الدفاع بتاعنا المره الجايه ممكن يكون عباره عن مين؟ طبعا بعد استدعاء طبعا علي جبر من جانب القياده الفنيه امبارح. وتم استدعاء علي جبر بشكل رسمي، رامي ربيعه المنتخب المصري طلبوا جواز السفر بتاعه تحسبا برضه لانضمامه للمنتخب خلال الايام الجايه في حاله عدم شفاء محمد عبد المنعم او عدم تاكد لحاقه بالمباراه. اعتقد الاجهز واللي بيلعبوا في الملعب الفتره الاخيره ممكن تبقى ثنائيه ياسر ابراهيم وايمن اشرف بيلعبوا بشكل اساسي في الاهلي. اعتقد يعني هي دي الثنائيه الاقرب. خلينا نقول ان طبعا موقف صعب جدا بنتحط فيه كمنتخب مصر، ولكن احنا اتعودنا على الموضوع ده من كاس الامم. محمد عبد المنعم قبل البطوله ما كانش حد يعرفه ولا حد يعرف مستواه. احمد حجازي اتصاب فشارك محمد عبد المنعم ادى بشكل مميز جدا امبارح. برضه ياسر ابراهيم ما كانش اساسي، بيتصاب محمد عبد المنعم بينزل ياسر ابراهيم بيأدي بشكل ممتاز جدا. فاي حد ان شاء الله هيلعب هيأدي بشكل ممتاز. وما ننساش كمان ان ياسر ابراهيم وايمن اشرف عندهم الخبره الافريقيه، لعبوا مع الاهلي كتير جدا في دوري ابطال افريقيا ومؤخرا كمان لعبوا في كاس العالم للانديه، فدي تديهم ميزه اضافيه. طيب بالنسبه يعني طريقه اللعب المباراه الجايه باذن الله 4 3 3 ولا ممكن نروح ل 3 5 2؟ الطريقه القديمه التقليديه بتاعتنا دي. يعني وانا متاكد ان كروش هيحاول يامن خط النص على قد ما يقدر، يعني هو امبارح كان بيلعب بثلاثه، هيثبت الثلاثة دول. ممكن ما نشوفش مثلا حد زي مصطفى محمد في دور راس الحربة، لأنه زي ما بقول لك هو هيكون عايز سرعات بشكل أكبر، فممكن يعتمد على عمر مرموش. امبارح نزل في راس الحربة أضاف قيمة فنية كبيرة جدا وكان ممكن يسجل، فممكن نحتاجه في ماتش زي ده لو لاعب أساسي، لأن زي ما بقول لك هم هيحاولوا يندفعوا لو اتأخروا في التسجيل. فعمر مرموش مع وجود تريزيجيه مع وجود محمد صلاح احنا ممكن يبقى لينا افضليه في الشوط الثاني مثلا، لو قدرنا نخطف جون هيبقى ممتاز جدا، لان هم هيبقوا محتاجين ساعتها يسجلوا ثلاث اهداف ودي هتبقى مهمه صعبه. خليني بس اكد على جزئيه الناس اللي زعلانه من اداء المنتخب المصري، وناس بتقول ان منتخب السنغال قوي ومنتخب السنغال يستحق التواجد في كاس العالم للانديه. صراحه الكلام ده غير مقنع وغير مرضي تماما، لان في اوقات كتير مصر كانت بتستحق توصل لكاس العالم للانديه بفضل ادائها، وللاسف الحظ ما كانش بيحالفنا. فهي المباريات دي بتكسب وليس تلعب، وده اللي اكد عليه يعني اللي يفتكر كده كاس العالم 2010 احنا يعني كنا توب فورم طبعا، ولقاء الجزائر الشهير احنا تقريبا كنا افضل منتخب افريقي طبعا قدم اداء خلال اخر مثلا 50 سنه. منتخب 2010 بدون مبالغه يعني كان منتخب ممتاز جدا جيل كابتن حسن شحاته، ولكن للاسف الحظ ما حالفناش ما وصلناش.